نسخة من هذا الفيديو إلى الدكتور عمر صباح شفيق المحترم الطوارئ لأكثر من نص ساعة ما بيها كهرباء ما بيها كهرباء يا إسلام. أنا بانتظار عندي تحليل مصرف دم، لحد الآن ما أقدر أستلمه بسبب أنه والله كهرباء ماكو. زين شلون العالم عاشنا على جهزة هنا؟ فخلي حكومتنا المحلية الله يحفظها يشوف هذا الواقع المزري ويلتفتون التفاته للمرضى، لأن أبسط حقوق المريض بعد ما دا يشوفوها. ولكم الحكومة.